حياكم الله من جديد. تستضيف المملكة ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، وذلك تحت شعار استثمر في الصحة. يتضمن الملتقى 8 مسارات متخصصة إلى جانب إلقاء الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية. لمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الاتصال المرئي الدكتور عادل منشي، مدير عام تشجيع الاستثمار ومدير محفظة التخصيص بوزارة الصحة. مساء الخير دكتور عادل، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا بهال اليوم. حياكم الله أستاذ الكريم، مساكم الله بالخير أنتم والسادة المشاهدين. الله يحييك دكتور عادل. خلينا نتكلم أول شيء عن أهداف هذا الملتقى، ما هي الأهداف اللي ترغبون تحقيقها من خلاله؟ كما ذكرتم أستاذ الكريم، هذه النسخة الرابعة من المؤتمر السنوي الذي تقيمه وتنظمه وزارة الصحة. هذه النسخة بشعار استثمر في الصحة، نهدف من خلاله إلى أمرين هامة جدا الحقيقة: تحفيز الأفراد واستثمارهم في صحتهم بما يسهم في رفع جودة الحياة ومعدل الأعمار تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ومتوسط الأعمار العالمية، بالإضافة إلى تعزيز حياة صحية أفضل عبر رعاية صحية شاملة تقوم على محور الإنسان أولا ومبدأ الوقاية قبل العلاج. نهدف من ذلك إلى تحقيق طبعا مجتمع حيوي عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الصحية النوعية ضمن برنامج تحول القطاع الصحي. الأمر الآخر الذي نهدف له من خلال منطقة الصحة العالمي هو استعراض الفرص الاستثمارية والتجارب النوعية للتحول الذي يشهد القطاع الصحي بالمملكة، إبراز أحدث الاكتشافات والتقنيات والابتكارات والتجارب الطبية المختلفة في مجال الرعاية الصحية بالمملكة وما هو متوفر عالميا. كذلك يضم الملتقى إطلاق اتفاقيات استثمارية لاستعراض فرص استثمارية نحو تعزيز الاستثمار المحلي والدولي في القطاع الصحي في المملكة، خصوصا فيما يشهد في ظل ما يشهد الاستثمار في القطاع الصحي في المملكة من نمو متسارع وفرص واعدة. جميل. اليوم نتحدث عن 8 مسارات تقريبا دكتور عادل ضمن هذا الملتقى، بدي تعطينا نبذة يمكن عن هذه المسارات، وش النتائج المتوقعة، وش أيضا يمكن الأهم، ماذا بعد هذه النتائج؟ هل تؤخذ بهذه التوصيات؟ هل هناك خطة عمل لما بعد ذلك؟ الحقيقة العمل في ملتقيات الصحة العالمية في جميع النسخ، العمل للنسخة القادمة يبدأ بمجرد انتهاء وإغلاق الأبواب للملتقى الحالي. كما ذكرتم أستاذ الكريم، يضم هذا الملتقى في هذا العام في نسخته 8 مسارات، بالإضافة إلى مجموعة من المؤتمرات المتخصصة توفر لأكثر من 30 ساعة معتمدة من التعليم الطبي للمهتمين من زملائنا من الكوادر والأطباء. المؤتمرات الحقيقة المتخصصة تضم ملتقى القادة، مؤتمر مستقبل الأشعة، مؤتمر التمريض، مؤتمر مستقبل المختبرات الطبية، مؤتمر اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المستشفيات JCI، مؤتمر جودة الرعاية الصحية، مؤتمر الصحة الوقائية، والعديد من الورش. ولعل أذكر ورشتين مهمة جدا: ورشة التمويل الصحي وإدارة دورة الإيرادات، وورشة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وهي برنامج التخصيص في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية. ستحدث من خلال هذه المؤتمرات نحو 100 متحدث عبر 30 جلسة حوارية. كذلك لابد الإشارة إن اليوم الأول سيتم من خلاله تسليط الضوء على السياحة الصحية. يمكن الأهم حقيقة في هذا الملتقى هو استثمر في الصحة. قبل قليل تحدثت دكتور عادل عن الفرص الاستثمارية اليوم، النماذج لهذه الاستثمارات. عن ماذا نتحدث هنا؟ هل نتحدث عن استقطاب استثمارات أجنبية لقطاع الصحة في المملكة؟ هل نتحدث اليوم عن شراكات عقدت؟ هل هناك أرقام يمكن أن نتحدث عنها؟ والأهم، هل هناك مجموعات طبية عالمية نتوقع أن تدخل السعودية قريبا من خلال ذلك؟ فعلا يضم الملتقى معرضا لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال.
الاستثمار في الصحة بمفهوم شامل يمثل فرصة نوعية الحقيقة لجميع رواد المعرض من الأفراد والمؤسسات والهيئات والشركات للوقوف واستكشاف عشرات المنتجات، الوقوف على أحدث أجهزة الرعاية الصحية. الملتقى يشارك فيه أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، قدمت من أكثر من 29 دولة. كذلك يضم الملتقى أحدث ابتكارات وتقنيات الرعاية الصحية في مجالات نوعية متعددة، في الصحة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيات الناشئة، وأحدث الأبحاث والمعرفة في مجال القطاع الصحي. الحقيقة هي دعوة مفتوحة للجميع للمشاركة والحضور وتشريفنا والاستفادة من الفرص التي سيستعرضها المؤتمر ورواده والعارضين فيه. هل نتوقع دخول مجموعات عالمية صحية للمملكة من خلال هذه الاستثمارات؟ أعتقد هو استمرار لمشاركة القطاع الأجنبي. القطاع الأجنبي يقيم السوق السعودي، القطاع الصحي الخاص، بجودة عالية، بفرص استثمارية جيدة تقارع تلك المتواجدة في أبرز الدول حول العالم. لا شك القطاع الصحي السعودي اليوم بيعد من أفضل النماذج على مستوى المنطقة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك الدكتور عادل منشي، مدير عام تشجيع الاستثمار ومدير محفظة التخصيص بوزارة الصحة. بعد الفاصل نعود.